من يومين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، وده كان بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة. كمان الرئيس قدم الشكر لكل الناس اللي ساهمت في تنظيم الحدث مع منظمات المجتمع المدني والقبائل، ووجه تحية للشعب المصري. طبعا الحقيقة احنا شفنا مشاهد كلها عظمة لأبطال ملهمين في مجالات متعددة، من ضمنهم كانت البطلة المصرية البارالمبية نادية فكري. معانا دلوقتي على التليفون. يا نادية صباح الفل. صباح الورد عاملة ايه؟ استاذ محمد، وصباح على حضرتك وعلى الأستاذة بسنت، وصباح الفل على المصريين كلهم. يا أهلا بيكي. في البداية كده، إحساسك ايه بتكريم السيد الرئيس؟ إحساس طبعا بالفخر وبالسعادة. إحساس لا يوصف بصراحة، إن أنا كنت ممثلة عن قطاع كبير جدا من الرياضيين مصري، سواء بارالمبي أو أولمبي. فده كان مدعاة للفخر ليا ولكل الرياضيين طبعا. طيب احكي لنا كده عن الاحتفالية ومشاركتك فيها، جت ازاي؟ احكي لنا عن الأجواء كانت عاملة ازاي؟ الاحتفالية أنا كنت يعني أما رجعت من باريس تواصلوا معايا وقعدنا يومين نصور في أماكن مختلفة، كلها بتصور التطور اللي حصل في عصر الرئيس السيسي، وكمان الحاجات اللي احدثها طبعا، خاصه الرمب اللي على شاطئ الاسكندريه. الرمب ده يعني حضرتك ما تتخيليش قد ايه ضافتني واسعدني ان انا لما رحت هناك وقدرت ان انا اروح لحد البحر بدون اي تعب، بدون ان انا ابقى كنت الاول ببقى متخوفه عشان خاطر العجله ما بقدرش ان انا امشي في الرمله. فما هي ليش كم السعادة اللي أنا كنت فيها، أنا قدرت إن أنا أنزل المياه بسهولة وأطلع من المياه مفيش مشاكل. فده سعادة وفرحة ما يحسهاش لحد مشتاق جدا إن هو ينزل المياه. أنا كنت بحب المياه جدا، وكنت أساسا بلعب سباحة زمان، فما كنت لما حصل لي إن أنا بقيت قاعدة على كرسي ما بقدرش إن أنا أمشي بعكاكيس، فما كنتش بعرف أنزل البحر خالص. يا كابتن نادي، أنا عايز أقول لك إن الزغروتة اللي أنت عملتيها لسه بترن في ودني لحد دلوقتي. ومش عايز اقول لك الحاله اللي عملتيها على السوشيال ميديا كمان بطريقتك في الاحتفال المختلفه، ازاي الناس كانت مبسوطه. طيب انا عايز اروح بس معاك لنقطه تانية، وهي دعم زوجك ليكي. دايما بيتهمونا كده كازواج ان احنا ما بنضحيش ابدا، مش مستعدين نساند، ما بندعمش على الاطلاق، لكن اعتقد انت ليكي قصه مختلفه يا ريت الناس تعرفها. انا والله ربنا انعم عليا بزوج، يعني اقول لك ايه، يعني هو يعني نعمه ربنا عليا في الدنيا دي. ربنا يبارك لحضرتك فيه ويبارك فيك يا رب. بدعمه ليا ووقفته معايا، انا من غيره ما كنتش هقدر اعمل حاجه. فلا بجد الزوج المصري لما بيحب يساند زوجته بيبقى هو الاب والاخ والزوج والابن، وبيبقى ما تتخيلش اقول لك ايه، يعني انا مش يعني الكلمات مش سعفاني ان انا اضحى عشانك كمان يعني. صح؟ نعم؟ ضحى عشانك. طبعا. صلاح بعد ما رجع من اولمبياد طوكيو هو قال لي انا متفرغ تماما للبيت والولاد وليكي، انا مش هسعى تاني ان انا العب دولي عشان خاطر ان انا اديكي الفرصه تقدري انك تتفرغي، لان حضرتك عارف ان احنا بنروح معسكر مغلق. مفهوم طبعا. شهر خميس وجمعه. قعدت 3 سنين متواصله من بعد اولمبياد طوكيو في المنتخب، وهو هنا مع الولاد، وكان عندنا ثانويه عامه وكان عندنا إعدادية في الولاد، والحمد لله تفوقوا الاثنين وربنا ما شاء الله. ونديه له كمان كل التحية والله. طبعا. طبعا يعني بجد الأسرة المصرية على فكرة، سيبك من النماذج اللي بيحاولوا ان هم يبينوا ان هم في تفوق، لا بالعكس، الأسرة المصرية الحمد لله سليمة، وطالما بينهم الود والاحترام ما شاء الله. يا أستاذة نادية ما شاء الله، يعني نقول ما شاء الله. مش فاهمة بجد والله شاذلي قاعد مبسوط يعني ازاي دلوقتي، عشان هو يعني ايه بتتكلم عن أزواج كويس طبعا. ايوه لا اصل اقول على حضرتك على حاجة، الموضوع مش زوج لوحده ولا زوجة لوحدها، هما الاثنين بيكملوا بعض حقيقي، هما الاثنين بيدعموا بعض، لازم يبقى في بينهم ود واحترام. المحبة على فكرة اللي بيكملها وبيزودها الود والاحترام، لما المشكلة بس لما بيحصل تجاوز والدنيا بتبوظ. دي بتبقى بركة ربنا في البيت يا أستاذة نادية، دي بتبقى الله. ده بيبقى رزق، نوع من أنواع الرزق كده، ربنا بيرزق بيه عبده اللي بيحبه، يعني
نحتسب ان شاء الله ربنا يكون مبارك ويعني وحابب حبك يا استاذه نادية اكيد عشان يرزقك براجل بيدعمك لهذا الحد. يعني الدعم ده كان سبب رئيسي في فوزك بالبرونزيه، حسيتي بده؟ اه طبعا انا اوقات كتير كنت بيجي عليا لحظات ضعف واقول له انا مش هقدر اكمل، انا تعبانه، انا حاسه ان انا خلاص ما عنديش تاني. كان يقول لي لا ما تقوليش كده، انت لما تحبي تبطلي تبطلي وانت في القمه، ما ينفعش ان انت ابدا تتخاذلي. كان دايما هو سبورت ليا ودايما بيعيني على الاوقات الصعبه، شايل عني هم كبير قوي في الولاد، والحمد لله طلع ولاده رجاله بيعتمد على نفسهم ما شاء الله. طب عايزه تعتزلي ليه بقى؟ ربنا يبارك فيه يعني. يا رب. عايزه تعتزلي ليه؟ عايزه ايه؟ تعتزلي ليه؟ لا انا مش عايزه اعتزل. مش كان في كنت بتفكري انت في الموضوع ده؟ كان بتجيلي طبعا كانت بتجيلي اوقات ان انا بفكر في دوت من الضغوط من التعب، لكن هو الحمد لله كان بيشيل عني الهم ده خالص. يعني احنا بنتمنى نشوفك اكتر واكتر، وانت نموذج للست المثابره يا استاذه ناديه، يعني بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله، ويا رب كده دايما ناجحه، ودايما انت وجوزك كده نموذج يعني للعيله المصريه اللي محققه انجازات وبطولات سواء في الحياه العمليه والمهنيه او على الصعيد الشخصي كمان. بنشكرك دكتوره استاذه ناديه فكري بطله الالعاب البارالمبيه.